بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بكم مشاهدينا في كل مكان ويوم جديد وحصاد الأهلي. كيف يفكر البدري في مواجهة الوداد؟ الكل الآن يتحدث على هذا الأمر. كابتن حسام البدري هيلاعب الوداد في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا. الأهلي يتعادل 1-1 على ملعب برج العرب في القاهرة. إذن كيف يفكر البدري في مواجهة المغرب؟ النهاردة كابتن حسام البدري كان أقيم الرن الرئيسي قبل السفر النهارده الساعه 7 الى المغرب مع بعثه النادي الاهلي. لكن خلينا نتكلم على كابتن حسام البدري. زي ما قلت حركه بالامس عشان الغاء المران بسبب احتشاد الجماهير العظيمه الوفيه اللي ادت رسائل اكثر من مهمه لكل لاعبي النادي الاهلي، ورساله حب وتقدير وامتنان لكابتن حسام البدري وتمني بالسلامه وسرعه الشفاء لنجل الكابتن حسام البدري. كان حسام بدري النهارده التمرين الرئيسيه اللي كان فيها كل الشغل الخططي، ازاي هيواجه فريق الوداد المغربي. كابتن حسام بدري هيلعب هذا اللقاء، فكر مع حضراتكم كده بصوت عالي على سيناريوهات. لقاءات النهائي ملهاش اسم على اثنين، اذا يجب الاهلي يعود فائزا. كيف يعود فائزا؟ الاهلي يفوز باي رقم يطلع فائزا من هذا اللقاء، تعادل ايجابي اكثر من 1-1 الاهلي يفوز باللقاء باذن الله. ولكن ازاي اصل لهذا الهدف وانا هلاعب فريق زي الوداد المغربي؟ اذا نقول الاول ما هي نقاط القوه داخل الوداد المغربي. فريق الوداد المغربي من الفرق اللي بتلعب باستراتيجيه معينه، لكن خلينا الاول ناخد تفاصيل اكتر من ناقدنا وزميلنا الزميل محمد عراقي. مساء الخير. نور يا كابتن محمد، واهلا بيكم وكل مشاهدين قناه الاهلي الكرام. النهارده انت كنت موجود في التمرين للنادي الاهلي، عايز اعرف منك ماذا حدث تفصيلا خلال مران اليوم، خاصه ان ده اخر تمرين ومن المران الرئيسي قبل السفر الى المعنى. هو النهارده يعني كان شاهد المران كان اهم حاجه النهارده، عوده اللعيبه اللي هي كانت غابت الفتره الاخيره زي عماد بتاب اللي غاب عن تدريبات الفتره الاخيره بسبب مرض بنته. وبرده كان في اكثر من لعيب مصاب زي وليد كتمان، برده النهارده سعد عفيت مشارك بشكل كبير في المران. النهارده برده كابتن حسام حاول يجرب اكثر من طريقه لعب النهارده في التمرين، على اساس برده تحسبا لغياب يعني تعويض اللعيبه اللي هي غايبه بدعاء الاصابه. عارفين طبعا النهارده القايمه اولها كان فيها 22 لعيب، تم استبعاد 3 لعيبه النهارده، حسام عاشور وعلي معلول وصالح جمعه بسبب الاصابه. فطبعا 3 لعيبه من العناصر الاساسيه للفريق الفتره الاخيره، فطبعا تعويضهم مش هيبقى موضوع مش هيبقى بيستاهل، مش مجرد اسماء بس هتتحط، فطبيعي جدا ان هيبقى فيه يعني مرونه تكتيكيه كبيره من كابتن حسام بدري ان هو يقدر يعوض الثلاثه. كان واضح ان في يعني حسين السيد خلاص يعني تقريبا حجز مكانه في مركز الظهير الايسر يعوض غياب معلول. صالح جمعه طبعا يعني ما فيش كلام، اكيد عبد الله السيد هو اللي هيبقى مشارك مكانه. بس في بقى يعني كابتن حسام النهارده جرب ان هو ممكن يلعب بثلاث ديفندرات، كان في اتجاه ان هو ممكن يلعب بثلاث ديفندرات في خط الوسط، عمرو السوليه ورامي ربيعه وهشام محمد. كان في طريقه يعني شكل من الاشكال كابتن حسام بيفكر فيه عشان يمتلك خط الوسط في ماتش الوداد ان شاء الله. ده تفكير، وفي تفكير بقى ان هو اللعب بالخطه المعتاده ان هو يلعب بثلاث ديفندرات وقدامهم مؤمن زكريا واجاي ووليد ازارو وعبد الله سعيد زي ما كان معتاد يعني. النهارده التمرين برده كان واضح فيه برده يعني اهتمام اكثر من جزء خططي، كان يعني خصوصا على مستوى الكرات الثابته والكرات العرضيه وكده، سواء على مستوى الدفاع او الهجومي كان في اهتمام كبير جدا بالموضوع دوت. برده كابتن حسام يعني كان ليه جلسه خاصه مع شريف الكرامي، يعني عشان كان في حاجه بالفيديو وحاجه في ارضيه الملعب. بالفيديو ان هو كل لعيبه الوداد بيشوطوا فين، يعني كان في تركيز يعني انه كابتن شريف يبقى عارف لعيبه الوداد بيشوطوا فين وايه اماكن تحركاتهم وكده، ده بيسهل على حارس المرمى ان هو يقدر يتعامل مع الكرات اللي بتجيله. وبرده في الملعب كان في اهتمام برده في الكرات العرضيه، معروف ان الوداد يعني تركيزه كبير جدا بيبقى على الكرات العرضيه وضربات الراس، فكان برده في حصه تدريبيه في التمرين سواء للمدافعين او حارس المرمى ازاي يعني يتم صد الموضوع دوت وان احنا نتجنب الموضوع ده. كان في برده جلد يعني محاضره مطوله لكابتن حسام على اللعيبه اتكلم فيها عن يعني ان ازاي احنا يعني موضوع الفوز دوت امر ضروري لاتحاد الجماهير اللي هي زحفت ورا الفريق بشكل كبير الفتره الاخيره، وده اللي ظهر في ملعب التتش لما الجماهير جت بشكل كبير جدا، ان هو خلاص بقى احنا لازم يعني نرد الجميل اللي بيقوله للجماهير اللي هي جت بشكل كبير لتدعيم الفريق. اتكلم برضه فكره ان الاهلي دايما معروف ان هو بيقدر يعود حتى لما تبقى خصوصا في النهائيات لما بتكون نتيجه الذهاب مش على المستوى او مش بالشكل المطلوب، بيقدر يعود في الماتش العوده حتى لما بيتلعب خارج مصر.
الاهلي عنده شخصيه من فرق كبيره في افريقيا، ما اعتقدش ان موضوع الارض والجمهور ده يعني هياثر عليه. طبعا ليه افضليه كبيره. طب زميلي محمد، هل كان في تركيز على ضربات ثابته النهارده؟ اه طبعا النهارده كان ضربات ثابته سواء على المستوى الدفاعي او الهجومي. يعني كان في اهتمام ازاي نقدر نصد يعني هجمات فريق الوداد من الكرات الثابته، وفي نفس الوقت ازاي برضو احنا نستغلها على المستوى الهجومي. طب المستوى الهجومي كان عبد الله السعيد ووليد سليمان؟ اه وليد سليمان اللعيبه المسدده، وعبد الله السعيد طبعا، ومؤمن زكريا برضو من الناس اللي هي بتسدد، وبرضو ده وتقريبا ده برضو بضربات الجزاء يعني. يعني تقريبا برضو دول من الناس اللي هم مصابين الثلاثه، خصوصا ان احنا يعني في اثنين برضو من الناس اللي هم المصابين مصابين. علي معلول من افضل اللعيبه اللي بتشوط الكرات الثابته خصوصا ضربات الجزاء، وبرده صالح جمعه من اللعيبه المميزه. فيعني كان في يعني ايه خلاص بقى اعاده ترتيب للموضوع دوت، خصوصا كان في طبعا برده اهتمام بضربات الجزاء، يعني اللي هو اهتمام خصوصا ممكن المباراه تنتهي بالتعادل فيلجا الفريقين لضربات الجزاء لتحديد بطل الدوري الابطال. فبرده كان في اهتمام بموضوع ضربات الجزاء ده، واعتقد ان برده في تدريبات الاهلي في المغرب في اهتمام كبير اكثر كمان بموضوع ضربات الجزاء ده، لان هي ممكن يبقى ليها دور كبير جدا في حسم اللقب يعني. زميلنا العزيز محمد عراقي الناقد الرياضي في اليوم السابع، اشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله. اذا هبتدي اكمل مع حضراتكم نفس الكلام، الكلام اللي قاله زميلنا محمد عراقي وجوده في التمرين، وزي ما كنت بقول لحضراتكم النهارده التمرين الرئيسي اللي هشكل فيه كابتن حسام بدري الملامح الرئيسيه اللي هيلعب عليها في لقاء الوداد. وجود ثلاث لعيبه ارتكاز ده سيناريو من السيناريوهات، ولكن خلينا الاول نقول فريق الوداد هيلعب ازاي. فريق الوداد من الفرق اللي كانت متحفزه بشكل كبير جدا امام النادي الاهلي في القاهره، لعب بطريقه ايطاليه وخطوطه قريبه، بيلعب الخطين سواء خط الدفاع او خط الوسط دفاع متقدم الى حد ما، ولكن خط الهجوم ما بيقابلش الا نص دايره. الكلام ده هيتغير بشكل كبير جدا في ماتش محمد الخامس. وليد الكارتي اللي انت ما كنتش بتشوفه كتير خالص داخل مناطق جزاء النادي الاهلي او في منتصف ملعب النادي الاهلي هياخد تعليمات هجوميه. وليد الكارتي من اللعيبه اللي احرزت الهدف الثاني في لقاء الوداد والاهلي اللي كان في ملعب محمد الخامس لو حضرتك بتتذكره في دوري المجموعه. وليد الكارتي من اللعيبه اللي بتلعب في نص الملعب، ممكن يلعب جناح، ممكن يلعب خط وسط مهاجم نفس مكان عبد الله السعيد، وهيبتدي يزيد. انت كان بيلعبك هنا في القاهره كان بيجي عليك ثلاث لعيبه، بن شرقي واوناجم وواحد من اللعيبه اللي في خط الوسط على الجناح الايسر، ولكن الوضع ده هيتغير. اوناجم ما مش موجود، ولكن الجبهه اليمنى لفريق الوداد هي اللي هتكون اكثر نشاطا واكثر نشاطا هجوميا، لان كل جوان الوداد في دوري ابطال افريقيا جايه من ناحيه اليمين. وده الكلام اللي قاله الكابتن حسام البدري قبل لقاء الذهاب في ملعب برج العرب، ولكن غفلة دفاعية جاء منها هدف التعادل للاعب بن شرقي. ممكن تلاقي اللاعب بن شرقي ما بيلعبش راس حربة، وتلاقي اللاعب دوا هو المحترف هو الافريقي هو اللي بيلعب راس حربة، وتلاقي اللاعب بن شرقي على طرف من الاطراف وخاصة الجبهة اليمنى، وتلاقي وليد الكارتي بيلعب على وبيزيد في منطقة الجزاء النادي الاهلي. اذا كان حسام بدري مركز في هذا الشأن بشكل كبير جدا، ولكن انا عندي حلول كنادي اهلي. حلولي في ان الاربعه اللي ورا هيكونوا زي ما هم، امامهم بقى هيبقى فيه هل هيبقى فيه حسين السيد في الجبهه اليسرى ام صابر رحيل؟ اعتقد ان حسين السيد من الاقرب لوجوده في هذا اللقاء، ولكن على حسين السيد الرقابه الدفاعيه اللاصقه. طيب كابتن حسام البدري عشان حسين السيد موجود ممكن هتلاقي مؤمن زكريا اللي هيلعب في الجانب الايسر، وممكن تلاقي وليد سليمان. إذا أدوار أجاييه في هذا اللقاء قد تكون متغيرة من الجبهة اليمنى، أو قد لا يبدأ أجاييه ويبقى وراء رابح. ده كل ده وليد أزارو عشان وجوده وسرعاته هيحتاج الكابتن حسام بدري إنه يبدأ بيه، ولكن وارد جدا إنه ممكن يفكر في أجاييه ويلعب تحتيه وليد سليمان أو مؤمن أو أحمد حمودي من اللعيبة اللي عندها سرعات، وعلى فكرة نزل الشوط الثاني وعمل شغل كبير جدا في الجبهة اليمنى للنادي الأهلي، خاصة إنه عنده مهارة واحد ضد واحد وبيقدر يعمل مشاكل في الناحية الهجومية. كل هذه الأمور عبد الله السعيد هيبدأ اللقاء. خلينا نبقى واضحين مع حضراتكم، عبد الله السعيد هيبدأ اللقاء، خاصة إن أنت محتاج عبد الله السعيد كممول في طريقة اللعب، وايضا في الضربات الثابته اللي كان معلول خاصه الضربات الثابته اللي من الناحيه اليمنى كان بيرفعها بشكل جميل جدا. معلول بيرفعها كده على منطقه الجزاء، ولكن فريق الوداد كان مذاكر الموضوع دوت. انت احرزت في النجم الساحلي بهذا الشكل، احرزت في المصري بهذا الشكل، ف
الوداد ذاكر الموضوع ده بشكل كبير جدا، فكانوا موقفين لك حتى تلاقي مساك واقف قدام منطقه ال 18 اللي بيرفع عليها معلول. عبد الله السعيد بيلعب رجليه اليمين، فلما هيجي يرفعها يرفعها بشكل ثاني، ده كابتن حسام البدري محتاجه بشكل كبير جدا. اذا كل هذه السيناريوهات اللي الكابتن حسام البدري هيلعب هذا اللقاء على 90 دقيقه. يعني مش موضوع ان انا هبتدي في الاول واضغط و و و الى ذاك، لا، ماتش 90 دقيقه، كل 25 دقيقه في اللقاء هيكون النادي الاهلي بيلعب فيهم في سيناريو على حسب سير اللقاء. يعني النادي الاهلي لو ما سجلش في اول 25 دقيقه هيبتدي يغير استراتيجيته في ال 25 دقيقه الثانيه، يخلص الشوط الاول يبتدي الشوط الثاني باستراتيجيه وهينهي اللقاء باستراتيجيه. وارد الكابتن حسام البدري في ان شاء الله في حاله ان النادي الاهلي سجل هيبتدي يلعب بموضوع الثلاثه لعيبه ارتكاز بوجود اللاعب هشام محمد والسوليه ومن وراهم رامي ربيعه في الدفاع. كل هذه الامور هو لسان حال الجماهير الاهلاويه اللي عندها ثقه، ثقه في فرقتها ان هو قادره ان شاء الله على العوده بالكاس. موضوع صعب ولكن مش مستحيل، النادي الاهلي على مدار تاريخه من اول بدايه غزو لدوري ابطال افريقيا صنع العديد من الانجازات، واللي كانت الناس بتقول انها بعيده تماما، وكل ما الموضوع يبعد او يبقى اصعب تلاقي النادي الاهلي قادر على العوده بشكل افضل بكثير، كل الامنيات. خليني اقول لحضراتكم قائمه النادي الاهلي، القائمه اللي اختارها الكابتن حسام البدري. افكر حضراتكم احنا خلاص عارفين مين اللي استبعد، حسام عاشور ومعلول و اللاعب صالح جمعه، واللعيبه هم شريف اكرام، محمد الشناوي، احمد عادل، عبد المنعم، محمد هاني، احمد فتحي، رامي ربيع، محمد نجيب، سعد الدين، سمير حسين، السيد صابر الرحيل، عمرو السوليه، وهشام محمد، مؤمن زكريا، وليد سليمان، كريم ميدفيد، وميدو جابر، عبد الله السعيد، احمد حمودي، احمد الشيخ، جونيور اجاييه، وعماد متعب، وليد ازارو. ممكن متعب ايضا يكون له دور في هذا اللقاء، وزي ما حضراتكم عارفين انه تمرن اليوم في صباح اليوم في ملعب التتش قبيل السفر الساعة 7 إلى طبعا المغرب على بعثة يترأسها المهندس محمود طاهر رئيس النادي الأهلي، اللي كان عمل جلسة مع بعض اللعيبة وأغلب اللعيبة والجهاز الفني في قبل السفر. البعثة الفريق الأول للنادي الأهلي برئاسة محمود طاهر، مهندس طبعا محمود طاهر رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، توجهت للساعة 7 زي ما قلت لحضراتكم. وأدي الصور أمام حضراتكم، صورة الشناوي وحمودي، هتلاقوا كل النجوم متوجهة إلى المغرب في ابتسامات. الابتسامات دي تديك أمل، يعني اللقاء باين على بعثة فريق النادي الأهلي إن في بعض من الابتسامات، الابتسامة دي بتدي لك انطباع إن النادي الأهلي هيلعب على الفوز، النادي الأهلي عنده ثقة إن لسه كل الأماني ممكن. مهندس محمود طاهر حرص على جلسة مع اللعيبة زي ما قلت لحضراتكم، وفي تحفيز بشكل كبير جدا بالنسبة ليهم. اللعيبة الصراحة متحفزه، يعني بشان طبعا ما حدث من الجمهور، والجمهور واحتشاده بالالاف. على فكره يعني حتى الجماهير في السعوديه بتتحدث وتتغنى بالنادي الاهلي، موقع الاتحاد الافريقي يتغنى بجمهور النادي الاهلي، الكل في كل العالم، المشهد اللي احنا شفناه في مقطار التتش الكل يتحدث عن دعم النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي اللي احتشدت بالالاف لمؤازره الفريق. ادي بعثه الفريق، وادي رامي ونجيب، وفي ابتسامات. الابتسامات دي بتدي لك انطباع. اللعيبه لما بتبقى خايفه بيبقى باين عليها، اللعيبه وهي مركزه بيبقى باين عليها، اللعيبه وهي عندها ابتسامه ثقه وامل بيبقى باين عليها. دي صابر الرحيل زي ما بقول لحضراتكم في الابتسامات اكتر، وده بيدي لك انطباع مؤشر جيد جدا وايجابي جدا ان يكون في ابتسامات ويكون في زي اللي الصوره هي اللي بتتكلم. انا حتى قبل ما اقول لحضراتكم ادي الصوره هي اللي بتتكلم، كل لاعب من بعثة النادي الاهلي في ابتسامه، في ادي احمد فتحي، شوفوا كل صوره بتيجي فيها ابتسامه، ابتسامه امل. ادي حتى وليد ازارو ابتسامه امل، ان شاء الله يكون الامل موجود بشكل كبير جدا ويتحول الى حقيقه واقع واتسع يا اهلي باذن الله. المهندس محمود طاهر برضو وعد اللعيبة بمكافآت تحفيزية زيادة، وده شيء يعني ما بيخفاش على مجلس إدارة النادي الأهلي طوال تاريخه، إنه دايما بيحفز اللعيبة وبيديهم مكافآت زيادة عشان طبعا الجانب التحفيزي. وادي الجلسة اللي جمعت المهندس محمود طاهر ولاعيبة النادي الأهلي قبل السفر، وده في إطار الدعم النفسي للعيبة. وبيبقى طبعا لما تكون قاعد على مع رأس المنظومة بيتحدث معاك، بيديلك انطباعات، بيديلك دعم، بيديلك ثقة، الكلام ده بيفرق كتير جدا مع لاعب كرة القدم خاصة في المواجهات المصيرية.
وطوال تاريخ النادي الأهلي جلسة رئيس النادي مع اللعيبة في بعض الأمور بتفرق كتير جدا من الجانب المعنوي والجانب النفسي، إنك تحس إن ظهرك ورئيس المنظورة في ظهرك، ده شيء وانطباع جيد للغاية وأكثر من جيد، يعني نقول ممتاز، بيبقى تأثيره إيجابي جدا. خلينا أقول إن جونيور أجاييه اتأخر واتحبس في الزحمة، أكيد الناس لما شافت جونيور أجاييه حتى وهو مستخبي، ولكن لعيبة النادي الأهلي دايما كده بيصنعوا الحدث، ولكن لحق بالبعثة في المطار وتوجهوا إلى طبعا الطائرة اللي هتقلهم إلى كازابلانكا عشان يواجهوا الوداد في ملعب محمد الخامس. برضو أكمل مع حضراتكم في أخبار النادي الأهلي إن كل لعيبة النادي الأهلي جاهزة، ربيعة ونجيب جاهزين بنسبة كبيرة جدا الكل ما عدا معلول واللاعب صالح جمعة، و يعني الناس اللي احنا قلنا لحضراتكم عليهم هم دول اللي هيكونوا بره، طبعا حسام عاشور هم دول اللي بره الموجود، ودي حتى هشام محمد ابتسامه، الكل يبتسم الكل عنده امل، دي انطباع جيد جدا في بعثه النادي الاهلي. خليني برضو اقول لحضراتكم ان في فالخير ان مروان محسن شارك في التدريبات الجماعيه، وده فالخير عوده مروان محسن من اللعيبه الكبار من المهاجمين اللي على طراز الفريق، مهاجم منتخب مصر وجاله الاصابه هو في منتخب مصر، شارك النهارده في تدريبات الكره الجماعيه وبياخد الموضوع واحده واحده عشان يرجع، مش هقول لك يقف على رجله مره ثانيه، يرجع يستعيد حساسيه الملعب، الناحيه البدنيه عند مروان محسن ما شاء الله على اعلى مستوى دلوقتي، يبتدي يخش في الناحيه الفنيه واحده واحده لغايه لما يعود الى تشكيله النادي الاهلي. بنتمنى له كل التوفيق، نجم كبير مروان محسن من اللعيبه اللي فرقت مع النادي الاهلي، كان له هدف كان يعني مؤثر جدا في لقاء المصري، كان له ايضا في ماتش الاهلي والزمالك الفنت اللي عمله عشان مؤمن زكريا الدور الاول الاهلي والزمالك اللي فاز فيه النادي الاهلي بهدفين مقابل لا شيء في الموسم الماضي، مؤمن من اللعيبه اللي بتفرق مع اي فريق لانه لعيب ما شاء الله محطه بيعرف يجيب وبيجيد العاب الهواء وايضا بيجيد التسديد وبيجيد التسجيل، وده شيء ايجابي في مصلحه النادي الاهلي. التذاكر خلصت في المغرب خلاص، الموقع الالكتروني للاتحاد المغربي اعلن ان التذاكر خلصت في المغرب للقاء الاهلي والوداد. الاتحاد المغربي لكره القدم اعلن رسميا ان التذاكر المخصصه للبيع عبر شبكه الانترنت انتهت تماما، اللي هتكون ما بين نادي الاهلي ونادي الوداد او الوداد او الاهلي الوداد صاحب الارض ملعب محمد الخامس. خلينا نقول ان التذكره بتتراوح من 3 دولار للتذكره، وان الكميه المخصصه عن طريق الانترنت وخاصه بالمباراه انتهت تماما، و لكن قالوا ان بيع التذاكر بالشبابيك لسه ساريه، وبرده نفس القصه ظاهره السوق السوداء في شوارع مدينه الدار البيضاء ابتدت تظهر، وإقبال شديد جدا للغاية من جمهور الوداد على التذاكر، وده بيحدث في كل مكان في العالم، كل عايز يحضر وفي نسبة مخصصة، وده فاينل نهائي دوري أبطال أفريقيا والناس كلها بتبقى عايزة تشارك وعايزة تشوف وعايزة تؤازر، فوضع طبيعي جدا إن الموضوع يصل إلى هذا الحد. وخلينا نقول لحضراتكم إن التذكره قلت زي ما قلنا لحضراتكم بتتراوح من 3 دولار، يعني بتتكلم في 400 درهم مغربي، وثمنها الاصلي اصلا 30 درهم، فيعني الفارق دوت هو فارق السوق السوداء، دائما الكل يريد ان يؤازر. طبعا الوداد بقى له كتير جدا يعني ما وصلش لمباراه نهائيه وبيلاعب النادي الاهلي نادي القرن، فبالتاكيد الكل يريد ان يكون متواجد امام الاهلي. تروح لمحمد صلاح مدير فني منتخب مصر هيكتور كوبر، اداله راحه عن ماتش مصر وغانا، الكل يشيد بمحمد صلاح. محمد صلاح لسه هتكلم مع حضراتكم ما فعله اليوم في لقاء ليفربول امام ماريبور،
ولكن خلينا نتكلم بشأن المنتخب، ان القرار كان حكيم من هكتور كوبر انه يدي صلاح زي كده فرصه لالتقاط انفاسه، يركز اكتر مع فريق ليفربول. فريق ليفربول بيخش مرحله مهمه، وما تنسوش ان حضراتكم ان شهر 11 بيلحم فيه حاجه في انجلترا اسمها البوكسنج داي، وما بقاش فيه وقت كبير جدا ما بين المباريات، وليفربول بيلعب في الدوري، بيلعب في الكاس الاف اي كاب، وبيلعب في حاجه اسمها كاس الرابطه اللي هو كارباو كاب، ده غير بطوله دوري ابطال اوروبا. ففي انجلترا انت بتلعب في اربع بطولات رسميه، غير وجودك مع منتخب مصر، وبتمشي بتيجي مع منتخب مصر، بتسافر من انجلترا لحد مصر، وبعد كده تروح من مصر الى غانا، كل ده ارهاق. فهكتور كوبر بعد ضمان التاهل قال ان انا اديله فرصه لالتقاط انفاسه واجرب حد يكون موجود. الكل عالم ان وجود شيكابالا، وفي غير شيكابالا عندك رمضان صبحي، وعندك تريزيجيه، عندك لعيبه كتيره جدا، عندك مؤمن زكريا وارد ان هو يكون متواجد بصفه اساسيه في هذا اللقاء. وطبعا ماتش غانا بالنسبه لهكتور كوبر هو فرصه للتدوير الى حد كبير، فرصه الى انك تعدل بعض الامور الفنيه. مصر كسبت الكونغو ولكن الاداء لم يكن بالشكل على المستوى المطلوب، ولكن انت طالب من هكتور كوبر النتائج. ولكن هقول لحضراتكم ان طريقه لعبه منتخب غانا هتلاقوا تناسب جدا فكر هكتور كوبر الدفاع. طريقه لعبه منتخب غانا مره ثانيه بتناسب طريقه وفكر واداء هكتور كوبر التكتيكي، لانه هو الراجل بيلعب بشكل دفاعي وبيعتمد على المرتد السريع، فبيبقى محتاج اللي قدامه يهاجم عشان يسيب له مساحات. ولكن هكتور كوبر في اي لقاء بيلعب امام فريق ضعيف الى حد ما، او فريق بيدافع يعني قدامه، بتبقى الامور صعبه جدا في الاختراق، وده اللي شفناه في مواجهه اوغندا وفي مواجهه الكونغو. ولكن الحمد لله ان مصر وصلت لكاس العالم، وحلم كان بقاله 28 سنه ولكن جاء حقيقه في النهايه. خبر مهم جدا وهيخش فيه محمد صلاح، محمد صلاح وعصام الحضري وعلي معلول مرشحين داخل القائمه الاوليه للاتحاد الافريقي لكره القدم لنيل جائزه افضل لاعب في افريقيا. ان شاء الله ياخدها لاعب من مصر، ان شاء الله يكون محمد صلاح وهو بالفعل اللاعب الافضل افريقيا حتى الان على كل الساحات. محمد صلاح حتى الان مع ليفربول 13 هدف شارك فيهم، احرز 10 اهداف وعمل 3. مفيش حد في ليفربول بمن فيهم ساديو ماني لاعب ونجم منتخب السنغال اللي بينافسوا في البطوله وصل الى هذا الحد من الارقام. محمد صلاح النهارده لما اجي بقى لماتش ليفربول عمل حاجه جميله جدا ما بيعملهاش الا لاعب من المستوى التوب ليفل في اوروبا. محمد صلاح بيرد على اي حد كان بينتقد، يقول لك محمد صلاح ما ينفعش في الدوري الانجليزي، محمد صلاح اخره هو الدوري الايطالي. محمد صلاح بينجح ما شاء الله، واخد الموضوع بشكل كبير جدا، مركز بشكل كبير جدا، مستواه بيتطوره. في ناس كتير بتعاتبه في بعض الاوقات، سواء حتى مع مباراته مع ليفربول انه ما بيضيع، ولكن اللي بيوصل هو اللي بيجيب، ومحمد صلاح يصنع الفارق. وزي ما محمد صلاح هو الالفا لمنتخب مصر، هو اصبح الالفا لليفربول على مين؟ على فيرمينيو وعلى كوتينيو وعلى ساديو ماني، نجم مصر وفخر العرب محمد صلاح هو اللاعب الافضل في فريق ليفربول. الاتحاد الافريقي لكره القدم اعلن القائمه الاوليه، محمد صلاح الى جانب عصام الحضري وحارس مرمى منتخب نادي التعاون والمدافع التونسي علي معلول، ودخل القائمه طبعا ساديو ماني وفينسنت ابو بكر المهاجم الكاميروني، ونبي كيتا لاعب فريق لايبزيج الالماني، والناجيرو فيكتور موسيس لاعب نادي تشيلسي. شوفوا محمد صلاح فين والاسامي اللي انا بقولها لحضراتكم فين. ان شاء الله ان شاء الله السنه دي محمد صلاح افضل لاعب في افريقيا. وخلينا بقى نتكلم على اللعيبه المحليين. احمد فتحي لاعب النادي الاهلي، طارق حامد، جونيور اجاييه طبعا لاعب النادي الاهلي، وعلي معلول، واشرف بن شرقي، ومحمد اناجم من الوداد، وايمن المفلوسي حارس مرمى النجم الساحلي. ما شاء الله النادي الاهلي عنده لعيبه كتيره جدا ضمن القائله الافضل محليا في هذا الموسم. ان شاء الله يكون محمد صلاح هو افضل لاعب في افريقيا. نروح لدوري ابطال اوروبا، وهبتدي بلقاء ليفربول وماريبور اللي كان في
دوري ابطال اوروبا. محمد صلاح يصنع هدف من افضل اهداف الموسم، من افضل الاهداف اللي ممكن تشوفها، هدف بالكعب يعني ما بيجيبهاش الا لعيب حريف قوي. محمد صلاح كل مره يديلك حاجه جديده قوي ويمتعك بشكل كبير قوي. ادي صوره فريق ليفربول اللي شاركت اليوم، ودي الصوره بقى اللي جاب هي ده التكنيك او الطريقه اللي جاب بيها تكنيك اللي جاب بيها الهدف. كرة كانت عرضية من ناحية اليمين من اللاعب أرنولد، ومحمد صلاح حولها بكعبه ليدهش الجميع، يدهش الجمهور، يدهش فيرمينيو اللي باين في الصورة، يدهش الكل، حتى لعيبة ماريبور ما صدقوش فريق ماريبور السلوفيني ان الكرة دخلت بهذا الشكل في مرمى فريقهم، عشان فريق ليفربول يتفوق بثلاث أهداف كان أحرزها محمد صلاح في الدقيقة 49، واللاعب أمري تشان اللاعب الالماني التركي الاصل في الدقيقه 64، ثم دانيال ستوريج البديل اللي نزل مكان محمد صلاح في الدقيقه 73 يحرز الثلاثيه عشان فريق ليفربول يحقق انتصار مهم جدا 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 بالنسبه له، ويصعد الى راس المجموعه. وتحته على فكره يعني الفرق اللي تحته مش بعيده كتير، عنده فريق اشبيليه ايضا في هذا في هذه المجموعه وحقق فوز، فكده الموضوع ابتدى ان شاء الله يعني يدي لليفربول افضليه في انه يتاهل للادوار الاخرى. احنا عايزين صراحه نشوف صلاح في الادوار الاخرى، لان عنده اشبيليه 7 نقاط، سبارتاك موسكو 5 نقاط، وماريبور بعد هذه الهزيمه يصل الى نقطه واحده. نروح لماتش فيه مفاجأة، توتنهام يتفوق على ريال مدريد، حامل اللقب، ومش حامل اللقب بس، حامل لقب دوري الأسباني وكأس العالم للأندية ودوري أبطال أوروبا، بيقصي عليه بثلاث أهداف مقابل هدف. فصراحة زين الدين زيدان بقاله فترة فيه هزة في الفريق. زين الدين بقاله فترة بعد ما فرقته حصلت على أكثر من 4 مراكز داخل التشكيلة الأفضل في دوري أبطال أوروبا وهو أحسن مدرب، عنده مشاكل هذا الموسم مع الفريق ويجب عليه اصلاحها. ريال مدريد هيتاهل، توتنهام بعد هذا اللقاء تاهل تماما، وصل الى النقطه 10، ريال مدريد عنده 7 نقاط، وروسيا دورتموند عنده نقطتين، وابويل نيكوسيا القبرصي عنده نقطتين، ولكن ريال مدريد هيتاهل برضو عشان اكون واضح مع حضراتكم. ولكن على زين الدين زيدان اللي خسر امام جيرونا الفريق الصاعد من دوري الدرجه الثانيه، يحتاج إلى مرة أخرى ترتيب أوراقه مرة أخرى عشان يتأهل، ومش بس يتأهل بس، أدي كريستيانو رونالدو الراجل حتى على الرغم أنه هو الهداف التاريخي للشامبيونز ليج وكل شوية بيحرز أهداف، ولكن هو بيكره الخسارة، عشان كده دي شخصية أفضل لاعب في العالم. هزم أمام ليفربول، كان ديلي ألي أحرز الهدف الأول في الدقيقة 27، ثم الثاني في الدقيقة 56، وكريستيان إريكسن الدنماركي في الدقيقة 65، وهدفين منهم كانوا من هجمتين مرتدتين قبل أن يحرز كريستيانو رونالدو في الدقيقة 80 هدف ريال مدريد الوحيد على ملعب ويمبلي ستاديوم في إنجلترا. وتوتنهام الآن 10 نقاط والريال 7 نقاط. أخذ حضراتكم للقاء من أمتع اللقاءات، مانشستر سيتي وأمام نابولي في ملعب سان باولي، سان باولي هو اسم ملعب نابولي في إيطاليا، وجوارديولا أمام ساري، الاثنين بيلعبوا كرة جميلة جدا، ولكن جوارديولا هو الأصل، هو اللي ابتكر هذه الطريقة تيكي تاكا، على الرغم من تقدم نابولي في هذا اللقاء عن طريق إنسيني، ولكن يعود مرة ثانية سيرخو أجويرو واللاعب أوتاماندي، ثم يقصوا فيل جونز على فريق نابولي اللي كان أحرز له جورجينيو هدف ثاني، عشان تنتهي النتيجة ب4 أهداف مقابل هدفين على ملعب نابولي في إيطاليا. لما فعلها أي فريق من قبل أنه يقصوا على إيطاليا في دوري أبطال أوروبا بهذا الشكل كما قصى مانشستر سيتي. صراحة جوارديولا مع مانشستر سيتي هو من أبرز المرشحين مش بس للدوري الانجليزي، ولكن ان هو هيذهب بعيدا في دوري ابطال اوروبا، قد يكون الى المباراه النهائيه. مانشستر سيتي 12 نقطه في صداره هذه المجموعه، شختر دونيتسك كسب فاينل روتردام ب3 أهداف مقابل هدف بعد ما كان متاخر بهدف، فاصبح شختر في الدقيقه في المركز الثاني 9 نقاط، ونابولي عنده 3 نقاط في موقف اكثر من صعب، واعتقد ان فرص نابولي في الذهاب الى الدور الاخر من دوري ابطال اوروبا يعني صعبه للغايه، تكاد تكون مستحيله.
ولكن يعني ممكن يروحوا لليوروبا ليج. هذا كان ما أبرز ما جاء في لقاءات اليوم في دوري أبطال أوروبا، البطولة الأفضل على مستوى العالم. آخر خبر معنا النهاردة حتى ألقاكم تحياتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.